مشاي مو عشدة الظهر مشاي مشاي رحل شاي جم قهر عاشور صفر بريحة نحر عاشور صفر بريحة نحر امشي ودموع تهون وجفوني لتنوح وتسيل من عين خيم وتسيل الجروح امشي ودموع تهون وجفوني لتنوح وتسيل من عين خيم وتسيل الجروح وعيوني ما جرت نفس لوعه باثر لوعه الجبل لو شاف الخيم هم تنزل دموعه وعيوني ما جرت نفس لوعه باثر لوعه الجبل لو شاف الخيم هم تنزل دموعه مو حق هالعيون لو حمرت من الالم شافت شمر جان مخاصر بنص الخيم مراح القمر بريحة نحر مشاي مشاي مو عشدة الظهر مشاي مشاي يا حيل شاي جم قهر عاشور صفر بريحة نحر عاشور صفر امشي واشكال الالم يتمشى وياي وبراسي تفتر الصور الشمس وفياي امشي واشكال الالم يتمشى وياي وبراسي تفتر الصور الشمس وفياي صورة رقية تنتظر لحسين واليها تاليها طبلها الشمر بالصوت يوليها صورة رقية تنتظر لحسين واليها تاليها طبلها الشمر بالصوت يوليها والأدهى من هاي نار الخيام موجرة وبالبر الأطفال وشفافهم متفطرة منك يا دهر بريحة نحر نحر مشاي 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 يا حيل شاي جم قهر عاشور صفر بريحة نحر عاشور صفر بريحة نحر امشي ودخان الخيم ياخذني للشام لو ثقل جدمع للارض تدفعني الاسهام امشي ودخان الخيم ياخذني للشام لو ثقل جدمع للارض تدفعني الاسهام انظرها زينب على الهزل وتنادي يا جدي وحسين اشوف على الرمح والله انزرف جدي وانظرها زينب على الهزل وتنادي يا جدي وحسين اشوف على الرمح والله انزرف جبدي وانظرها للرماح عروس لطمية قرت وانا بجي محتام الذكلة مو مثل بجد يا طول السفر بريحة نحر مشاي مشاي مو عشدة الظهر مشاي مشاي يا حيل شاي جم قهر عاشور صفر بريحة نحر عاشور صفر بريحة نحر امشي واعتر بالمشي من قد الحبال البيها مشتوف الورد زينب والاطفال امشي واعتر بالمشي من قد الحبال البيها مشتوف الورد زينب والاطفال وهنا انا لاقيت الشمر يتمشى قدامي تهجم عليه وطحت قد ما تنظامي وهنا انا لاقيت الشمر يتمشى قدامي تهجم عليه وطحت
قد ما تشلب ضامي ترى انا عطشان هم رايح بدرب السبي ومواسي الحسين ومواسي زينب والنبي كل خطوة بشهر بريحة نحر يا حب الشاي مشاي السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. سلام الله عليك أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك وخدمتك يا سيدي يا أبا عبد الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نعم ها هنا من محافظة البصرة الفيحاء طلاء الزائرين بدأت بالتوافد صوب كربلاء الإباء صوب كربلاء المقدسة. نعم من البصرة الفيحاء مدينة العزوبية والكرم والشهداء تتواجد قناة الفرات الفضائية بتغطية حية ومباشرة من البصرة الفيحاء باتجاه جميع المحافظات صوب كربلاء المقدسة لنقل هذه الشعيرة الخالدة ذكرى زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. هذه الزيارة الخالدة على مر العصور والأزمان والتي كنا ولا زلنا ننقل هذه الصور الحية من أقصى جنوب العراق من البصرة الفيحاء إلى كربلاء الإباء بتغطية مباشرة لكل الزائرين القاصدين هذه الطرق وهذه المناطق والمحافظات الجنوبية باتجاه كربلاء المقدسة. نعم هذه زيارتنا وهذه مبادئنا وهذا مشروعنا المشروع القويم الذي أسسه النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسلمه لأمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي ضحى من أجل هذا المشروع بعده سلمه إلى الإمام الحسن المظلوم الذي واصل هذا الطريق وهذا المشروع وقدم كل ما يستطيع من أجل خدمة أهل البيت ليستلم بعدهم هذا المشروع سيدنا وإمامنا سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين الذي دافع عن هذا المشروع بكل قوة وبسالة حتى عبده طريقها أهل البيت وهذا المشروع عبده بدمائه الزكية ودماء أهل بيته وأصحابه. نعم ها هم زوار أبي عبد الله قد جاءوك يا سيدي يا أبا عبد الله من كل حجب وصوب سيرا على الأقدام وهم يقطعون مئات الكيلومترات ليتقربوا إلى الله بموالاتك وبرسالتك وبنهضتك وبمبادئك وبنهجك يا سيدي يا أبا عبد الله. هم أتباعك قد جاءوك من أقصى جنوب العراق وهم يرسمون هذه الصور الولائية عبر قناة الفرات الفضائية للعالم أجمع بأننا على درب أهل البيت مستمرون ولطريق الحسين ودرب الحسين ونهضة الحسين مواصلون على مر العصور والأزمان. هذه رسالتنا. نعم أين من أراد أن يطمس هويتنا أين من أراد أن يطمس زيارتنا ومبادئنا هم أتباع أهل البيت
يرسلون هذه الصور للعالم أجمع بأن طريق أهل البيت هو طريق الحق وأننا مواصلون لهذا الطريق رغم اختلاف درجات الحرارة التي قاربت 50 درجة مئوية، إلا أن أتباع أهل البيت ما زادتهم حرارة الأجواء إلا ثبات وإصرار وقوة وصلابة من أجل مواصلة هذا الطريق. كيف لا، وهذا الطريق قد عبد بدماء أهل البيت عليهم السلام وهم يضحون من أجل هذا الطريق. نعم، هو طريق الحسين. هنيئا لكم يا زوار أبي عبد الله، وأنتم تواصلون هذا الطريق لإحياء ذكرى 40 الإمام الحسين عليه السلام. ونحن نتواجد الآن من أقصى جنوب العراق في البصرة البيحاء، بعد أن كان الانطلاق على غير عادته هذا العام، الانطلاق قبل 28 يوما بدأ أتباع أهل البيت من رأس البيشة من الفاو من أقصى جنوب العراق بدأوا انطلاقهم، واليوم يتواجدون في مركز محافظة البصرة. وهنيئا لخدام أهل البيت وهنيئا لأتباع الإمام الحسين الذين يتواجدون رغم ارتفاع درجات الحرارة، يتواجدون على طول هذه الطرق وهم ينصبون سرادق العزاء وينصبون مواكبهم الحسينية استقبالا وإيذانا لاستقبال جميع الزائرين الذين بدأوا مسيرهم على الأقدام إلى كربلاء المقدسة. نعم، هذه محافظة البصرة المعطاء التي كانت ولا زالت تعرف بالكرم والعزوبية والإباء والإيثار والاستمرار على طريق أهل البيت. كيف لا، وهم قدموا التضحيات من أجل هذه الزيارة ومن أجل 40 الإمام الحسين عليه السلام. ما أعظمها من زيارة وما أجملها عندما نشاهد الجميع يسير في هذا الطريق بمختلف الأعمار، يسيرون على الأقدام وهم يقطعون مئات الكيلومترات. همهم الوحيد والأول هو اللقاء بالمعشوق الأبدي، اللقاء بسيد الشهداء وأخيه أبي الفضل العباس. نعم، فرايات الحزن التي كان يرفعها أبو الفضل العباس عليه السلام هي مستمرة بيد أنصار أبي الفضل العباس وبيد أنصار الإمام الحسين، وهم يحملون هذه الرايات حزنا من أقصى الجنوب إلى كربلاء المقدسة. هنيئا لكم يا أتباع أبي عبد الله، قوموا وناصروا هذه الزيارة. بكل تأكيد نتواصل معكم بصوت. تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب هربا وما لي رغبة إلا فداك. تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب هربا لما مال الفؤاد إلى سواك. حسين أنا المشتاق للقيا فخذني، وهل لي منية إلا لقاك، أقدم كل ما عندي فدا وما لي رغبة إلا فداك. المشتاق لللقيا فخذني، وهل لي منية إلا لقاك، أقدم كل ما عندي فداك.
كي أراك فلو قطعتني بالحب يغفك لما مال الفؤاد إلى سواك حسين 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 سلكت الكرب والأهوال دربا وجئتموني بن أخطف طاكا وطلقت الحياة بساكنيها تركت الأهل ملتمسا قراكا سلكت الكرب والأهوال دربا وجئتموني بن أخطف طاكا وطلقت الحياة بساكنيها تركت الأهل ملتمسا قراكا تركت الخلق طرا في هواكا وأيتمت العيال لكي أراكا فلو قطعتني بالحب إرثا لما مال الفؤاد إلى سواكا حسين 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 تعهدت الوفاء بكل دين ودينك في عاشوراء أتاكا فهذه إخوتي صرعى ضحايا وأولادي قرابين هناك تعهدت الوفاء بكل دين ودينك في عاشوراء أتاكا فهذه إخوتي صرعى ضحايا وأولادي قرابيل هناك تركت الخلق برا في هواكا وأيتمت العيال لكي أراكا فلو قطعتني بالحب إذن لما مال الفؤاد إلى سواك حسين 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 وهذا طفلي الضامي ذبيحا فهل وفيت يا ربي علاك وهذه نسوتي حسرى سبايا تحملت البلايا من عداك وهذا طفلي الضامي ذبيحا فهل وفيت يا ربي علاك فهذه نسوتي حسرى سبايا تحملت البلايا عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه الغر المياني هم اليوم العراقيون جميعا ومن محافظة البصرة بالتحديد قد انطلقوا لإحياء هذه الذكرى العظيمة زيارة الأربعين أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في مسيرة طويلة بدأت من أقصى الجنوب في محافظة البصرة حيث منطقة رأس البيشة هذه المنطقة التي أصبحت في الآونة الأخيرة محط كثير من الموالين والمعزين الذين ينمون الانطلاق بهذه المسيرة الكبيرة إلى كربلاء المقدسة نعم الموالون اليوم يتزايدون يعني في تزايد مستمر خصوصا وحينما انفتحت المنافذ الحدودية الآن الآلاف قادمون من المنافذ الحدودية في منفذ شلامشة الحدودي وأيضا منفذ صفوان الحدودي هذه الزيارة كما تعرفون لا تقتصر على العراقيين فقط بل على العالم أجمع حتى ونحن قد نشاهد مواكب من ديانات أخرى متفرقة تشارك في إحياء هذه الذكرى الأليمة والعظيمة الذكرى التي حقيقة أسست أساس ومبدأ لكل حق ونصرة لكل ظالم وبهذه الحقيقة الكثير من الزائرين هناك ما نشاهد في محافظة البصرة وهم يؤدون هذه المسيرة الآن ورغم ارتفاع درجات الحرارة نحن نقف الآن ودرجات تقارب 50 درجة مئوية هذه الدرجات فيها الحقيقة لم تقف أمام هؤلاء الزائرين وهؤلاء الموالين
في مواجهة هذا الحرب. بالعكس هنا انطلقت يعني رغم هذه الدرجات انطلقت منذ الآن تبدأ هذه المسيرة، وحتى يعني ساعات متأخرة من الليل حتى الفجر أحيانا ليأخذوا بعدها استراحة وينطلقوا من جديد. حقيقة الموالون في كل مكان في العالم يحيون هذه الزيارة ويسيرون من مناطقهم قاصدين كربلاء كعبة الأحرار لإحياء ذكرى مسيرة الأربعين وزيارة الإمام الحسين عليه السلام. هذه الزيارة التي خصها الكثير من العلماء وأيدوها كما خصها الأئمة الأطهار وهم يحطون شيعتهم في المسير إلى كربلاء وإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه الغر الميامين. أيضا هنا رسالة حقيقية هي امتداد واستمرار لرسالة الطف التي أسستها زينب الكبرى عليها السلام، وهي حقيقة يعني بطلة كربلاء وبطلة هذه المعركة العظيمة، وهي ترسل لنا رسائل لاستمرار مسيرة الإمام الحسين عليه السلام. وفي كل عام تزداد هذه المسيرة وتنضج حتى تصل طبعا إلى ملايين الناس وسط ذهول كثير من دول العالم لما يقدمه العراقيون. العراقيون يقدمون كثير من السخاء والمبادئ القيمة في سبيل إحياء مسيرة الإمام الحسين عليه السلام. هذه المسيرة مستمرة رغم الطغيان، رغم الكثير من الأمور التي واجهتها، لكنها انتصرت على كل الحركات، على كل من يحاول أن يقف في وجهها انتصرت، وهي مؤيدة بتأييد الله. وحقيقة هنا نرى نحن الكثير من الزائرين لا يملون ولا يكلون في هذا الطريق، وهم يحيون هذه الذكرى نعم منذ سنين طويلة. وهذه المسيرة قد نضجت واستمرت من البصرة حتى كربلاء المقدسة. هذه عودة إلى استوديو البث لنتابع وإياكم هذا المسير المبارك. جنان شد كربلاء ضيعينها بها زينب قالوا ميسرينها، جنان شد كربلاء ضيعينها بها زينب قالوا ميسرينها، يسروها ونالها وحيد فزا جاء الحادي يضعونها بسعي وقطع، يسروها ولالها وحيد فزا جاء الحاد يضعونها بسعي وقطع، جنان ينشد وين ابو فضل وقع ما تدلون الشريعة وينها، ما تدلون الشريعة وينها، جنان ينشد كربلاء مضيعينها بها زينب قالوا ميسرينها، بس اشوفه والعتاب يزول واضربوا فاضل على الاخوة يجول، بس اشوفه والعتاب النيزول واضربوا فاضل على النخوة يجول، حق عذر يقول مقطوع السنون حال ملك الموت بينه وبينها، حال ملك الموت بينه وبينها، جنان ينشد كربلاء مضيعينها بها زينب قالوا ميسرينها، جنان ينشد كربلاء عليها نعتب قول هاي رجال والدورين ظلوم، جنان ينشد كربلاء عليها نعتب قول هاي رجال والدور الغلوب، حرمة زينب بيشمر طوبة بتنين فوق جتي حسين ويمسل بينها، فوق جتي حسين ويمسل بينها، جنان انشد كربلاء
كم صديق بالشمعي عالطويب قشت الذهب راس الشهيد أردنجت كم صديق بالشمعي عالطويب قشت الذهب راس الشهيد من الشزيلة ببدي وانا يزيد قاعدة لوك فمخلينها قاعدة لوك فمخلينها جمن انشد كربلا مضيع عينها بيها زينب قالوا ويسوينها جينا ننشد كربلا عن العيال شلون قل بلا ولي هض عن شال خلوا السبعين من غير الأطفال مذبحة ونوادمي مسجينها مذبحة والوادمي مسجينها